أهلا بكم مشاهدينا، كيف الحال؟ عدد كبير من الآباء والأمهات ينزعجون من اللي المدرسة كتصل بهم، المدرسة ملي كتصل بالوالدين فطبعا كتأدي واحد الخدمة لهاد الوالدين باش كتعلمهم سواء الطفل ديالهم عنده شي مشكل أو لا ما قامش بالتمارين ديالو أو لا يعني تعرض لشي حاجة إلى غير ذلك. هناك عدد كبير من الآباء اللي كينزعجوا، ولكن بعض المرات هاد الانزعاج ديالهم تيكون منطقي لأنه أحيانا بعض المدارس كتصل بشكل هو مفرط بهاد الآباء. اهلا بك دكتور عبد الهادي القاسمي. اهلا وسهلا عزيزه. اهلا، شحال هذه ما هضرنا معك على المدرسه دكتور. وهذه طبعا واحده من التخصصات ديالك، التخصصات الكبرى ديالك، وما شاء الله عندك تخصصات متعدده. فالمرافقه ديال الطفل في المدرسه يعني واحد الحاجه اللي هي مهمه، وكيلجؤوا لك الاباء باش يتكلموا على وليداتهم اللي كيكون عندهم مشاكل في المدرسه. احنا دابا كنطلبوا بزاف ديال الحوايج من المدارس، كنطلبوا منهم انهم يعلموا وليداتنا، يقريوهم، يربيوهم، يحضيوهم، يعني مطالبنا كثيره، خاصه بالنسبه للناس اللي عندهم وليداتهم في مدارس خاصه، علما بانه عدد ديال المدارس الخاصه ما كيفوقش 21% او اقل يعني من عموم الوليدات اللي في سن التمدرس. وحتى في المدارس العموميه كنلقاو ان المدرسه كتصل بالوالدين، تلقاو ان اباء كثار يا اما تنزعجوا من هذاك الاتصال ديال المدرسه ملي كيبغيو يخبروا الوالدين بشي حاجه. هذاك الانزعاج بعض المرات منطقي لانه هذا، ولكن بعض المرات عاوتاني كاين بعض الاباء ما نكروش يعني واخا كيشكلوا حالات استثنائيه، كاين بعض الاباء اللي ما باغين يعرفوا والو، باغي المدرسه هي تكلف بكل شيء. داكو، يعني شنو هو التوازن في هذا الشيء؟ وشحال المدرسه خصها تتصل بالوالدين؟ واش خصها اساسا تتصل بالوالدين؟ هذا الشيء اللي غادي نعرفوا معك اليوم. هذاك التواصل عبر التليفون ياك ولا بعض المرات عبر الميل، ولا هو اللي المحور ديالنا ديال اليوم ديال هذه الحلقه هذه. فهذا التواصل اللي كيكون بين المدرسه والاباء هو داخل في اطار يعني واحد العمل ديال تنسيق الجهود بين المدرسه وبين الوالدين. نعم. يعني هو شيء اللي هو منطقي، شيء اللي خصو يكون. فين كاين المشكل عزيزه؟ المشكل كاين في حاليا المدرسه والمؤسسه الاسريه بداو كيفقدوا الهويه ديالهم. يعني من قبل كانت المدرسه معروف اشنو كدير، المدرسه كدير جوج ديال الحويجات، كاين التربيه والتعليم. الان هذا التداخل بين ما هو اسري ومدرسي ما بقاش معروف، هذه الحدود ما بقاتش معروفه. نعم. وبالتالي فملي كيكونوا اتصالات يعني معينه فممكن انها تكون هي مصدر الانزعاج. اولا خصنا نعرفوا واحد المساله ونتفقوا عليها، فينما كتصل المدرسه باحد الابوين باش تقول له راه حنا بغينا نتكلموا معك على ولدك ولا على بنتك، فكيكون انزعاج، وانزعاج قوي جدا. ما ننساوش بان هذه الاستدعاءات اللي كدير المدرسه ففي كثير من الاحيان كانت هي اللي عرفت الوالدين باضطرابات خطيره اللي تماما كانت عند الوليدات، وما كانوش الوالدين رادين لها البال الى واحد الحد معين. المدرسين هم اللي اكتشفوها، اكيد كيكونوا لاحظوا شي حاجه اللي هي غير طبيعيه في الطفل. هذا شيء ايجابي، ولكن كتبقى دائما واحد الغصه عند الاب والام، اشنو غتقول لي هذه المدرسه الى غير كيتخلعوا. كاين مساله اخرى ثاني اللي هي مهمه بزاف، ملي كتصل المدرسه بالاب والام ملي كتقول له راه غادي نهضروا معاك على ولدك، راه ما بقاش كيقرا مزيان الى غير ذلك، فاغلب الوالدين كيعتبروا بانه كانهم هما اللي تحت التقييم وهما اللي سو ليفالياسيون. نعم. يعني بحال الا كيقولوا باننا حنا ما درناش شغلنا، حنا ما قديناش، يعني ما ربيناش ولدنا مزيان الى غير ذلك. نعم. فهنا بغيت نوضح واحد الامور. كاينه المدرسه يعني كتقوم بواحد العمل ديالها، كتعلم تلامد داك الشيء اللي خصهم يستعملوه في المدرسه، وهذا هو اللي كنسميوه التعلم المدرسي. نعم. سي لا سكولاريزاسيون. ملي كتصل المدرسه بالاباء والامهات باش يقولوا لهم راه ولدكم ما بغاش يقرا، راه ولدكم ما كيكتبش، راه ولدكم، اذا هنا فين كيولي عندي المشكل. نعم. هذاك الاب وهذاك الام اشنو يقدروا يديروا لواحد التلميذ؟ نعم. اللي هو ولدهم اللي مشى للمدرسه ولكن داخل القسم مع هذاك الاستاذ، اشنو ممكن انهم يديروا ليه؟ ما يقدروش، انه غادي فقط كنزيدوا لهم غير ان ستريس
كان خلعوهم على شي حاجه كيفاش يتعاملوا معه. الوغ ولكن من واجب المدرسه انها تعلم الاباء والامهات الا كان الا كان شي مشكل. هنا هنا جوستمون هنا فين خصنا نعرفوا اشنو تيخص المدرسه دير وشنو هو الحدود ديال هذا الاتصال ديال المدرسه. يعني بعض المرات كاين اشياء اللي مبالغ فيها دكتور. اكيد راه هو اللي هذه حنا عارفينها ما كنهضروش على هذه الحالات اكستريم. حنا تنشوفوا لو نورمال شنو خص يكون. للاسف عزيزه هاد لي بوين اللي سميتيهم اكستريم راهم ولاو حاليا راه ولاو يثيرون جدل كبير بزاف في وسط المدارس ومع لي بارون. يعني الا سمحتي لي يعني تكلمت على الجانب الاول اللي المدرسه كتكلف به. كاين الجانب الثاني اللي هو مكلفه به الاسره. الاسره كتعلم الوليدات تعلمات غير مدرسيه ولكن كيستافد منها هذاك الوليد ملي كيكون كذلك في المدرسه. نعطيك مثال الانضباط الاخلاق التعامل الجيد مع الاصدقاء ديالو مع الزملاء ديالو هذه اشياء اللي كيتعلمها في المدرسه. للاسف كانت واحد الوقت المدرسه علاش قلت لك بان كاين واحد 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 التغيير في الهويه او واحد الهويه ما بقاتش معروفه مزيان. نعم. ديال المدرسه شنو خصها دير وشنو ما خصهاش دير. كاين ضبط المفاهيم لان كاين حتى تدخل حتى هذه المساله فيها جدال. تيقول لك ان التربيه خصها تكون عند الاباء وفي البيت والمدرسه والتعلم في المدرسه. دابا حاليا جميع يعني الخبراء اللي هما راصدين هذه التحولات وكيشوفوا اشنو كيتفاقم عليها كنتائج يرفضون هذه لا سيباراسيون. يعني كيقول لك ما يمكنش راه عندنا هذاك التلميذ راه داخله كاين طفل. اذا الا ما عرفش المربي يتعامل مع الطفل اللي كاين داخل التلميذ داخل المدرسه وهنا كنتكلموا على الجانب التربوي فاكيد ما غاديش يوصل بالتعلمات ديالو لواحد المستوى اللي هي كبير. وكذلك ملي كيمشي هذاك الطفل المدرسه راه كيبقى كذلك تلميذ. اذا واش الاب والام واش خصهم يراعيوا فيه الجانب ديال التلمذه ديالو الجانب التعلمي والمدرسي ديالو ولا لا؟ ملي كنسيباريو هاد لي دو دومين راه كيخرج لينا واحد المسخ عجيب اللي غادي يخلعنا كاملين. غير بين قوسين وانت كتكلم على التربيه جاهد الجدال مؤخرا لانه انماط التربيه ولات كثيره وكنلقاو بانه عدد من الاباء عندهم واحد النمط ديال التربيه اللي بغاو يلقنوه لوليداتهم. تيقول لك الوغ انا بغيت الاستاذ في المدرسه يتكلف فقط بالتعليم ديال ولادي ولكن كل ما هو تربيه كنخاف من الاستقطاب في واحد الفتره مثلا استقطاب ديني مثلا كنخاف من بعض التوجهات الفكريه اللي كنلقاوها في بعض البعثات ولا هذا. فكاين اباء اللي تيقول لك اسيدي انت استاذ انت فقط غتكلف بانك تعلم لولدي هذاك الشيء اللي عطيك الوزاره في المقرر وكل ما هو تربيه وتوجيه وقيم ومفاهيم حياتيه اخرى حنا الوالدين اللي مكلفين بها. دونك هنا فين كاين التداخل. كاين والدين اللي مشاو مع الطرح كاين والدين اخرين تيقول لك لا الدور ديال المدرسه هو اللي غادي يعني تربي. ولكن فعلا ان بين قوسين المساله فيها شويه ديال الخطر انك ملي كتحط المسؤوليه ديال التربيه ديال وليداتك لشخص اللي ما كتعرفوش. عزيزه اون بو ساتوندغ ا تو. واخا عزيزه غير حنايا الان كنتكلموا على واحد الميدان اللي باقي فيه واحد الفراغ كبير. نعم. وكما تقول يعني العباره الشهيره الطبيعه لا تقبل الفراغ. تماما. هذا يعني ماذا؟ يعني ان ملي كنخليو واحد الفراغ غير مؤطر واحد شيء واحد العمليه تربويا المدرسه خصها تتكلف تربويا. نعم. كذلك بالتلميذ. ولكن ملي كنقولوا تربويا هنا كنتكلموا على قيم انسانيه. نعم. فوالا. يعني ما فيهاش اختيارات ولا توجهات معينه ولا افكار معينه. راه الوليدات هنا فين كيجيبوا شي افكار غريبه من المدرسه. نعم راه هنا فين التاثير خصو يكون. راه وليداتنا كيجيبوا لي غومو من المدرسه. نعم. وليداتنا كيجيبوا افكار اللي هي غريبه كيف ما قلتي. وليداتنا كيجيبوا سلوكيات اللي هي غير مقبوله تماما وحتى على المستوى الفكري دكتور. نعم. هو الاخطر وهو الاهم على المستوى الفكري بعض المرات كنلقاو. اكيد اكيد. علاش؟ لان كاين فراغ. هذا الفراغ هذا ملي غادي ينعمروه بواحد التاطير غادي يولي الاستاذ ما غاديش يبقى يعيط للاب والام باش يقول لهم ولدكم ما بغاش يكتب. ولدكم نسى الدفتر. ولدكم اجي ولدكم راه ما كينتابهش في القسم. هذيك مهمه ديالك يا استاذي. ولكن في نفس الوقت ما غاديش يبقى الاب والام ينزعجوا الا مثلا المدرسه عيطات عليهم وقالت لهم اودي ولدكم راه هذا الاسبوع هذا راه ولا عنيف. يعني اشنو واقع في المدرسه؟ ملي كنتكلم على اشنو واقع في الدار. ملي كنتكلم على فراغ راه كنتكلم كذلك على اختصاصات المدرسه الحاليه سواء بشقيها العمومي ولا الخاص غير مؤهله انها تستقبل الاباء والامهات وتناقش معهم مثلا هذوك الحيثيات البسيكولوجيه اللي ممكن انهم يغيروا لنا السلوك. نعم. ولا يغيروا لنا النمط المعرفي ديال واحد التلميذ. ما عندهمش اخصائيين. فين هو لو بسيكولوج سكولير حاليا؟ نفتقر الى هذه الاجهزه. ما يمكنش لينا نتكلموا على استاذ
اللي هو حتى في انا من بين الناس اللي كيصمم تكوينات ديال الاساتذه، وملي كنجي كنشوف شحال داك لو فوليوم اوغيغ، شحال الوقت اللي هما مخصص لتعامل الاساتذه، لان عندهم في التكوين ديالهم اللي كنتكلموا على اساتذه اللي هما كيقريو، مدرسين اللي هما كيقريو في المدرسه العموميه، ففي التكوين ديالهم كيديروا لهم واحد لو موديول اللي هو خاص كيفاش انني نتعامل مع اولياء أولياء الأمور، أولياء الأمور، سواء الآباء والأمهات أو من ينوب على هذا التلاميذ هذا. ولكن شحال يعني الحجم الزمني ديالو صغير جدا بالنسبة للمجزوءات أخرى. المشكل في التعامل، مشكل في التعامل ياك، المشكل كذلك في الأستاذ أو ذاك المدرس ما عارفش بأن راه كاين ما يسمى بالوضعيات الصعبة داخل القسم اللي خاص الأب والأم ما يدخلش فيها تماما. نعطي غير مثال باش المشاهد الكريم يعرفنا علاش كنتكلموا. فمثلا ملي واحد الطفل اللي هو في عمره 6 سنوات، فبدات المدرسه ديالو بدات كتلاحظ بانه يتقوقع على نفسه، بدات كتلاحظ مثلا بانه النهار كله ما كيشاركش في الانشطه، انه مثلا كيلاحظوا بانه ملي كيقرب حدا شي واحد كيقدر يضربه ولا يدفعه، كيلاحظوا مثلا بانه ما كينعس في القسم، او انه مثلا وقع ليه بعض الحوادث اللي هي ما يمكنش توقع لواحد التلميذ اللي هو عادي، انه كيتبول في المكان ديالو بدون انه يطلب مثلا انه يمشي. لاحظت عليه مجموعه ديال الامور، فواش انه هذه المدرسه مخول لها انها توضع عليه واحد الاتيكيت وانها تعيط على الوالدين وتقول لهم بان ولدكم عنده المشكل الفلاني وتسميه، او انها خص هذيك الساعه مباشره تحيله الى لو بسيكولوج اللي كيتعامل مع هذيك المدرسه واللي غادي يقدر انه يشوفه. ولكن بعلم الوالدين ولا لا؟ لا، في الاول هذه مساله داخليه. بدون علم الوالدين. ولكن هنا غنلقاو مثلا حنا نكونوا واقعيين، نهبطوا الارض الواقع، غتلقى اباء وامهات يلصقوا الخبر لهذه المساله. مني انا ام غادي نسق الخبر هذه المساله ونقول ان المدرسه ما علمتنيش، كان عليهم يقولوا لي على الاقل نعرف. يعني كيفاش نتعاملوا مثلا منين الطفل كتصدر منه؟ كنظن ما كنش واضح في الامور. ملي كنتكلموا على لو بسيكولوج سكولير ولا الاخصائي النفسي المدرسي، فهو عنصر اللي كاين في المدرسه. نعم، ملي كتعيط المدرسه. لا، انا كنهضر على الحدث في حد ذاته. لا، الحدث رحنا كنوصلوه للوالدين، ولكن باي طريقه؟ واش غنعيطوا لهم نقول لهم ولدكم راه فيه واحد المرض؟ او اننا خاصو يشوفوا لو بسيكولوج سكولير هو الاول، وهو اللي كيجري هذه العمليه ديال انه كيعيط على الوالدين ويجلس معاهم ويقول لهم ودي حنا لاحظنا الابن ديالكم في هذه المرحله هذه، ها كيفاش كان وها كيفاش كان، واش كاين شي امور اللي ممكن انها تفسر لنا هاد الشيء هذا؟ يقدر يقول لي ودي راه الجد ديالو توفى، يقدر يقول لنا لا راه حنا يلاه بدلنا الدار. دونك هنا التدخل ديال الاباء ضروري باش كيوضح مثلا. ضروري، ولكن خصنا ضروري اهل الاختصاص. نعم، المدرس في حد ذاته هو غير مكون. كنلقاو مدرسين اللي تبارك الله عندهم واحد الطريقه باش انهم كيتكلموا مع الاباء والامهات، هي طريقه ديالهم تلقائيه وجميله، ولكن اغلب المدرسين ما مكونينش في هذا الباب. نعم، فكنتكلموا الان على المدرس اللي كيقري في المدرسه العموميه، فما بالك بالمدرسين اللي هما في مدارس خصوصيه اللي هما كيكونوا فقط طلبه وسون ريكروتي. كاينه واحد الفضيحه كثيره. نعم، وانت كتكلم على هذه المساله هذه، وفعلا انه مثلا كنلقاو هذوك اللقاءات المدرسيه مع الاباء كيديروها المدارس، وكنلقاو انا مره سمعت واحد الاستاذه تقول نقدوا واحد الطفل. شنو هو نقدوا هذا الطفل؟ باش ما يجيبش، ولكن الطريقه باش كتقول نقدوا هذا الطفل وكان الطفل في هاويه غادي ما نعرف شنو غيوقع له، الوغ هي مساله نقاط وانا جوستومون ديال الطريقه ديال باش يشتغل المنهجيه باش يشتغل الى غير ذلك. حتى اختيار الكلمات، والطفل انا كنتذكر في عويناته مخلوع اش كيقولوا عليا هاد الناس. دونك انت كتكلم على الطريقه، هي مهمه جدا كيفاش كيتحاوروا الاباء والامهات او الاساتذه مع الاباء والامهات، كيفاش كيوصلوا لهم بانه راه هناك نواقص خصهم يردوا لها البال الى غير ذلك. اللي كتدخل في التخصص ديال الوالدين، اللي كتدخل فعلا في المسؤوليه ديال الوالدين. نعم، انا ما يمكنش ليا مثلا انا كمدرس واحد التلميذ ما بغاش يتبع عندي في القسم، ما يمكنش ليا نعيط على الاب والام نقول لهم ولدكم ما كيتبعش في القسم، يعني خصني ندير واحد ريتروسبكسيون ديالي انا شخصيا. نعم، اللي غتخليني نعرف علاش مجموعه ديال التلاميذ سون با موتيفي، ما باغينش يتبعوا معايا، ما باغينش هذا. ربما لان الطريقه باش كنلقي الدرس ديالي هي مونوتون. ربما ربما ربما. نعم، شنو نقولوا مثلا في مجموعه ديال التلاميذ اللي اكطويلمون كيجي عند بابا وماما وكيقول ليه راه المدرسه كتغوت بزاف وما كنقدرش نتبع، كنسمعوها بزاف. اذا واش الوالدين عندهم الحق كذلك؟ نعم، انهم يستدعيوا
المدرسه المدرسه يقولوا لهم غادي نجاوبوا على هذا السؤال هذا العشيه هذه بزاف ديال المشاكل اللي كاينه في المدرسه وحنا سي فغي يعني ما كانش علينا اننا يعني نبعدوا على هذا السوجي بزاف شحال هذه ما هضرنا على المدرسه وليداتنا كبروا غادي نرجعوا ان شاء الله نتكلموا عليها يعني في هذه الحلقات هذه المقبله وهذه العشيه معك دكتور عبد الهادي القاسمي غادي نكملوا هذا الموضوع هذا دونك شنو هي الحدود اللي خصها تكون ما بين المدرسين والاباء واولياء الامور وشنو هي طريقه ديال التعامل او الحوار كيفاش غادي يكون بيناتهم لان المحور فهادشي كامل هو الطفل وهو الاساس فدونك من جوج حتى لاربعه لنا الموعد معكم مشاهدينا على امواج راديو دوزان مباشره شكرا لكم والى اللقاء.